وأنا معه إن ذكرني، فإن ذكرني في نفسه ذكرته في نفسي، وإن ذكرني في ملأ عنده ذكرته في ملأ خير منه عندي. وإن تقرب إلي شبرا تقربت إليه ذراعا، وإن تقرب إلي ذراعا تقربت إليه باعا، وإن أتاني يمشي أتيته أرولا. صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم فيما يرويه عن رب العزة سبحانه وتعالى. أيها الإخوة المؤمنون، مرة أخرى سنعيش مع كتاب رب العالمين، هذا القارئ الكريم الذي أقول أنه جمع ما بين الحسنيين، فهو عالم جليل ومتحدث فقير وقارئ كريم للقرآن الكريم، فهي نعم من عند رب العالمين. فأسأل المولى العلي القدير دائما له التوفيق، سفير من سفراء القرآن الكريم والذي سيمثل جمهورية مصر العربية مع وفد دبلوماسي غدا إن شاء رب العالمين في دولة العراق، وتم اختياره من وسط الكثير، فهذه دائما بدعوات المحبين دائما له. فأسأل الله دائما له التوفيق. فضيلة القارئ الدكتور عبد الفتاح علي الطاروطي، والذي أسأل الله أن يعود سالما غانما يا رب العالمين، وأن يجري الخير على يديه إن شاء رب العالمين. فليتفضل. Thank you.
ولقد أرسلنا رسلا من قبلك وجعلنا ولقد أرسلنا رسلا من قبلك وجعلنا لهم أزواجا ما شاء الله. افتح عليك. وانا وفقت لله قبول. وما عليك يا دكتور صلى على النبي. عليك يا دكتور. لكل يا الله
عليك. هلك يا دكتور. Oh.
فرق عظيم. وهو السميع فضيلة القاري الدكتور عبد الفتاح علي الطاروفي، قاري الاذاعه والتلفزيون المصري والعربي والعالم الاسلامي والعربي،
والقارئ والمقيم بطاروق مركز الزقازيق بمحافظة الشرقية في هذا اللقاء القرآني الطيب المبارك الذي نعيش مع حضراتكم في ليلة تكريم الوالد الكريم الراحل عم الحاج عبد العليم حماد. فخالص العزاء الى اجداده الحاج محمد عبد العليم والحاج احمد، وخالص العزاء الى الاستاذ بكر حماد والحاج وفائي، وخالص العزاء من سياده المستشار عمرو نيابه عن النيابه عن النيابات الاداريه الذي جاء لكي يقدم واجب العزاء الى اسره الكريم الراحل والى الحج وفائي، داعين المولى سبحانه وتعالى ان يتغمد الكريم الراحل بواسع رحمته. نقلت هذه الايات البينات لحضراتكم عبر احدث موجات صوتيه واذاعيه لاولاد سليم المهر المقيم بسقط زريق، ونقلت لكم من داخل مخازن الفراشة الذهبية الكبرى التي تكملت وتجملت تحت قيادة الحاج محمد أبو الذهب وأولاده أصحاب مخازن الفراشة الكبرى بالست مركز الإبراهيمية وبالشوبخ مركز ديار بنجم، ويتلألأ المكان بأنوار المهندس أشرف فتحي المقيم بجميز بني عم. إخوة العباد والإسلام، الآن أسأل المولى العلي القدير أن يجمعني وحضراتكم في مستقر رحمته إن شاء رب العالمين، على أمل اللقاء بكم عقب صلاة العشاء في هذا اللقاء القرآني. الآن أستودع الله دينكم وخواتيم أعمالكم، أترككم في رعاية الله وأمنه. سلام الله عليكم ورحمته وبركاته.